مشاركته المميزة قدمها المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في كرواتيا، والتي احتل فيها المركز الرابع بعد أن خسر أمام كرواتيا في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم لكرة اليد، حيث سقط منتخب مصر أمام نظيره كرواتيا بنتيجة 36-39 في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية بالدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، والتي كانت تقام في كرواتيا من الفترة من 2-13 من أغسطس الجاري. فبدأ منتخب الفراعنة البطولة بالفوز على اليابان بنتيجة 40-32 ولتشيكا بنتيجة 28-22 وأخيرا أيسلندا بنتيجة 33-30، ثم تأهل للدور الرئيسي لمواجهة البرازيل في المباراة الأولى وفاز بنتيجة 38-23، ثم خسر أمام إسبانيا 35-42، وخسر المنتخب المصري للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد أمام نظيره المنتخب الإسباني في ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم، وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني على نظيره المصري بنتيجة 42-35، وضمن المنتخب الوطني التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة، وذلك بعد الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23، وكذلك بعد فوز منتخب إسبانيا على التشيك بنتيجة 29-21، ثم فوز منتخب مصر على جزر الفارو بنتيجة 38-34، وخسارة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة 39-35، ثم خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 39-36 ليحتل المركز الرابع بهذه النتيجة في البطولة. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التاريخ اللي احنا شفناه دلوقتي رصد لينا ملامح الانجاز المهم اللي حققته بعثة مصر لكرة اليد للناشئين في بطولة العالم اللي اقيمت في كرواتيا. والحقيقة انا عارف انه جوه كتير مننا مشاعر مختلطة. حلوة مشاعر مختلطة دي؟ مشاعر مختلطة ما بين الفرح بالانجاز والحزن على الانجاز الاكبر اللي ما حصلش، خصوصا انه الشباب دول كانوا في اختبار صعب جدا، لان مقارنتهم بالجيل السابق اللي حصل على بطولة العالم كان حاطط لهم لود عالي، او انتوا عارفين ان احنا ابطال العالم في النسخة السابقة، وكان الجيل ده مطالب انه يروح يحافظ على اللقب، لكن طبعا التوفيق وعامل التوفيق والخبرة وما الى ذلك ممكن يساهم بشكل كبير في عدم الحصول على الذهبية او كاس العالم. لكن كل المتابعين للرياضة عارفين انه وصولك للسيمي فاينل او للمربع الذهبي او للاربعة الكبار ده في حد ذاته انجاز كبير جدا في دول كبرى ما عرفتش تعمله. فانا عارف ان جوانا المزيج ده ما بين الفرحة بالمركز الرابع والحزن لعدم الحفاظ على اللقب، لكن يبقى المنتخب ده منتخب زي ما بيقولوا كده منتخب الامل، هو اللي هيكمل المشوار بعد منتخب الكبار ومنتخب الشباب، هو ده اللي هيستلم الرايه وهو ده اللي هيبتدي يطعم منه نجوم وكوادر كثيره جدا للمنتخب الاول. وانتم عارفين سياسه الاتحاد المصري لكره اليد القائمه على تواصل الاجيال، يعني مش بعيد خلال شهور نلاقي وجوه من اللي موجوده معانا دلوقتي في معسكرات التدريبيه للمنتخب الاول عشان يبقى فيه دايما فكره تسليم الرايه. خلينا نرحب بنجومنا وشبابنا وابطالنا اللي حققوا انجاز مهم. والحقيقه انا ادعي ان انا كنت متابع ليهم من اليوم الاول، انتوا عارفين ان انا واحد من الفانز لكره اليد المصريه ودلوقتي بقيت فان كمان ليهم. هحاول اجتهد كده ان انا كنت بعرفهم بصراحه في التلفزيون من الارقام شويه والنمر، فهحاول بقى اظبط كده في الوشوش. الاول خليني ارحب بيك كلكم ومبروك والحمد لله على السلامه وتسلم ايديكم ورفعتوا راسنا، وكانت فاضل تكه وتكمل بس ده يديكوا حافز للي جاي اكتر ان شاء الله. يعني انا فاكرك ويلو عشان عضلاته والحركات والجسم وبتعرف سهله. يوسف وليد صح؟ تمام. حارس مرمى. تمام. الحمد لله على السلامه ومبروك، وكنت ادائك رائع الحقيقه، وكنت بتابعك، كنت انت دايما الشوط تاني صح؟ كان يوسف الاول الشوط الاول انتوا متقسمينها كده. هنعرف السياسه دي. الحمد لله على السلامه يا جميل. الله يسلم حضرتك. ثم وائل صح؟ صح. ايه وائل؟ محمد وائل. محمد وائل صح. اهلا وسهلا والحمد لله على السلامه ومليون مبروك. انا فاكره بقى ان هو الاكرتاني واللي كان عامل شغب كده في صناعه اللعب زياد حشاد. صح. مبروك والحمد لله على السلامه، كنت واحد من نجوم الفريق ونجوم البطوله. الحمد لله. ثم بلال. لحضرتك بلال. ايه ابراهيم؟ ابراهيم
بس انا كويس فاكر بلال صح بيل وبتاع تمام. بلال واحد من نجوم الفريق وانت خدت لقب احسن وينج ليفت. احسن وينج ليفت بسم الله ما شاء الله في البطوله الحمد لله على السلامه ومبروك عليك. ثم يوسف ناجي صح طبعا. اللي كان بيتقال لك كابتن المعلق اللي اسمه خالد خيري كان بيقول لك يا جو صح على طول انت جو هو ويلو وكنت الحقيقه اسود في حراسه العرين لولا شويه حاجات كده هبقى رسوعكوا عليها لما نيجي كمان شويه. قولوا لي الاول وشوفوا مين اللي فيكم اللي عايز يتكلم الاول براحتنا احنا في دردشه يعني مش في الفصل. الفكره اللي انا قلتها في المقدمه دي ان انتم مسافرين والجيل اللي قبلكم خد كاس العالم بتهيالي كان مسفركوا على اكتافكوا لود وحمل فظيع مش كده؟ طبعا. احكي بقى احكي كان بيتقال لكم ايه والاداره الفنيه كابتن وائل وكل المديرين الفنيين معاكم مسفرينكم بيقول لكم خد بالكم اللي سافر قبليكم جاب البطوله ورجع. فاحكي لي بقى. واحنا كمان عشان احنا كنا مع 2002 كمان ما حقناش المركز اللي احنا كنا محتاجينه. كويس. ان احنا كنا في 2002 كنا طموحنا ان احنا نوصل مربع. حلو. فعشان احنا بقى وصلنا خدنا عاشر. فده حدد لود اكتر لينا في 2004 بالذات. لان احنا كده وكمان كانوا حاطين امل اكبر على 2002. حلو. ان هم ياخدوا البطوله. كويس. فحطيت لنا دي لود اكتر وادتنا احنا دفعه وثقه في بعض يعني في ان احنا ندوس على نفسنا عشان احنا كنا واثقين في بعض. حلو. قول لي يعني الكلام اللي كان قبل السفر وفي المعسكر وفي ليله اول مباراه الكلام كله كان ماشي في سكه ايه؟ هو الفكره ان احنا من اول ما نروح البطوله واحنا كان عندنا هدف ان احنا رايحين نلعب على كاس العالم مش رايحين نلعب ماتش مثلا معين او رايحين نكسب ماتش بماتش. لا احنا كنا رايحين تارجتنا ان احنا ان شاء الله ناخد كاس العالم وده اول حاجه اتربينا عليها من ساعه ما بدانا يعني. حلو. فالفكره ان انتوا من جواكم كنتوا حاسين انتوا مؤهلين ان تاخدوا البطوله؟ احنا بجد مصدقين يعني؟ كنا بقى انا مستعدين كويس للحوار ده يعني متجهزين له من بدري قوي يعني. نفسيا وبدنيا كل حاجه يعني. كنتوا مصدقين يا زياد؟ كنا مصدقين. مش عارف شكلك بكاش ليه؟ لا والله بس هو كان قريب قوي والله. ما انا عارف خلاص ما انا بقول لك طالما وصلت للاربعه الكبار هي بقى كوره تفرق هجمه مرتده كوره بينالتي مش عارف ايه بس انتوا كنتوا مصدقين لانه انا في رايي الحقيقه ان حتى الاداره الفنيه كانت بتقول ان انا رايحه عشان اعمل مركز كويس. اصل الجيل اللي قبلنا برضه خد كاس العالم فاحنا ليه ما ناخدوش احنا كمان؟ لا هو اصلا انا مش عايز اقارن عشان هو ده خد بالك الصعوبه اللي انتوا وقعتوا فيها ان الناس قالت لك طالما الجيل قبل يبقى احنا خلاص لازم نروح ناخدها. لا هو مش لازم بس كل جيل له ظروفه وكل بطوله ليها ظروفها. كان حافز لينا ان احنا نروح كان حافز فانتوا كنتوا رايحين وعينيكوا على اللقب. مظبوط بالظبط كده. طب قول لي امتى حسيتوا انه قريب بلال؟ احنا بالنسبه لنا احنا كسبنا كل يعتبر معظم الفرق اللي احنا لعبناها كنا كسبناها قبل كده اساسا يعني طبعا. كسبنا كرواتيا وكسبنا الدنمارك قبل كده فاحنا الموضوع ما كانش بالنسبه لنا اللي هو لا احنا رايحين احنا ان شاء الله كسبنا الدنمارك قبل كده كسبنا الدنمارك فعلا؟ كسبناها في مصر هنا كان ماتش ود يعني حلو. وكسبنا كرواتيا قبل كده فاحنا بالنسبه لنا يعني احنا مش رايحين هم خايفين مننا يعني هم مش فكره بقى ان هم احسن مننا في حاجه احنا الند بالند احنا منتخب مصر واحنا حامل لقب هم اللي بيخافوا مننا مش احنا صحيح. بنخاف منهم صحيح فهي دي فكره بس ان احنا يعني احنا رايحين واحنا متربيين من اول يوم في المنتخب من اول ما اتجمعنا ان احنا يعني بنتمرن كل تمرينه حتى كله يقدر يقول ان احنا كنا بنتمرن كل تمرينه على ان هو نهائي كاس عالم ان احنا بنتمرن كده احنا ده التارجت بتاعنا احنا رايحين عشان النهائي بالظبط. فاحنا يعني انتوا اخر بطوله متهيالي عملتوها قبل ما تطلعوا كاس العالم كانت بطوله السويد صح بطوله وديه في السويد لما لعبتوها ايه تقييمكم لنفسكم ووائل عبد العاطي قال لكم ايه بناء على البطوله يعني دي خلاص البروفه الاخيره بقى احنا رايحين كاس العالم. هي كانت البطوله دي صراحه ادتنا ثقه كبيره قوي من يعني احنا بقى لنا ماتش النرويج كان هدفنا في البطوله دي ان احنا نكون كاركتر من قبل العالم بانها بنلعب بالثلاثه دول اسكندنافيه مدارس كبيره قوي في اللعبه طبعا. فكان هدف لينا ان احنا نكون كاركتر كمنتخب قبل ما نخش البطوله ان احنا نعمل ماتشات كويسه قدام الفرقه دي. فاحنا كسبنا النرويج والسويد وخسرنا اخر ماتش كان يعتبر فاينل البطوله كان قدام الدنمارك مظبوط خسرناه فرق 2 طبعا. ده برده كان ماتش قوي فالبطوله دي كانت دافع كبير قوي عملت لنا كاركتر كبير قوي حسيت ان المسافه قريبه ولا ينفع نحلم. السويد تاني اليورو يعني السويد تاني اليورو واحنا كسبناهم ايوه فاحنا يعني اللي هو بعد كمان كسبتهم على ارضهم كسبناهم في السويد في ارضهم مظبوط فدي فرقت معاك واديتكم ثقه بالنفس كبيره ومتهيالي كمان بدايه البطوله اديتكم بقى دفعه كويسه انه ماشي الحمد لله سلسله انتصارات والدنيا ماشيه فبدايه البطوله كمان
ساهمت انه الثقه بالنفس تعلى. اه وخصوصا ان احنا كنا عاملين على ماتش اليابان ده اصلا يعني كمان كنا مركزين فيه عشان هو اول ماتش وهي دي البدايه. اه كنا مركزين مثلا من شهرين. هو اليابان يقلق في كره اليد؟ لا بس عشان هو بدايه الماتش بدايه البطوله. اه البدايه بصفه عامه تقلق لانه بيبقى فيها توتر البدايات يعني. مظبوط. قول لي ال كل منتخب او كل جيل بيبقى له سمات كده تحس. انا لما كنت بتفرج على الجيل اللي خد كاس العالم في النسخه اللي فاتت كان فيهم مش عارف، انا كنت بحس كده، كنت حاسس ان هم عفاريت وما بيلعبوش بالسيستم ده، كانت الدنيا بتستلبوا الكوره تحس ان في شياطين رايحين وجايين كان ليهم سمه كده اللي هي السرعه والعشوائيه اللي تلخبط المنافس. قول لي انتوا اهم سمه فيكوا او ايه الملمح الاساسي في المنتخب اللي بيمثل قوه او ميزه او نقطه قوه له؟ الميزه عندنا في منتخبنا ان احنا ما عندناش نجم واحد، يعني احنا ما عندناش مثلا واحد مميز لوحده شايل الفرقه. آه. يعني احنا عندنا ال 16 لاعب اللي موجودين في السكور هم كلهم بيلعبوا، ما فيش واحد مثلا بياخد الماتش كامل، كل واحد بيتبدل تبديل، اللي نازل زي احسن من اللي جوه، اللي جوه احسن من اللي بره، فكله شايل التاني. فكره التيم ورك هي الاساس. آه يعني دي ميزتنا، كنا احنا الفرقه الوحيده اللي في البطوله اللي كنا بنبدل كل اللعيبه، يعني ال 16 لعيب بيلعبوا، حتى اللي بره السكور اللي هو ال 17 كان بيلعب برضه يعني. yeah. كان بينزل ماتشات يعني، شارك في كذا ماتش يعني، ماتشين او ثلاثه وبيلعب بيأدي يعني وبيشارك، فما كانش في. طب هو ده صح؟ صح طبعا. انا باخد مش بعاد مش بخليكم تعدلوا طبعا على الجهاز الفني، بس انا رايي انه شئنا ولا ابينا طبعا حلو ان ال 16 يبقوا كويسين وال 16 يبقوا جاهزين وكذا، بس في النهايه اي منتخب في الدنيا له قوام اساسي، اي منتخب عالمي، منتخب محلي، منتخب اي في الدنيا بيبقى له قوام اساسي ممكن تطعم وتبدل وتعمل. حتى بنشوف في المنتخب الاول عندنا لعيبه النجوم طبعا، انتوا ان شاء الله تبقوا زيهم، في قوام اساسي 7-8 وفي 5-6 بيبدلوا عليهم، بس في قوام اساسي. لكن فكره ان ال 16 بيشاركوا مش عارف ده ممكن يعمل حاله من فقدان الريتم او فقدان الايقاع او الهارموني، ما همش ال 16 فاهمين بعض وقاريين بعض بنفس الطريقه ولا ايه؟ احنا كنا بنتجمع بقالنا سنتين، فكل واحد فاهم اللي جنبه. فاحنا اللي بره زي اللي جوه، فدي اللي كانت ما بتفرقنا عن الجيل اللي قبلنا. يعني انت بتفرقش معاك لما تبص على يمينك فتلاقي بلال ولا تلاقي وائل او تلاقي حد، انا عارف وائل بيعمل كذا وبلال بيعمل كذا، فبجمع حافظهم وقاريهم، فاللي هينزل انت هتعرف تتعامل معاه بالظبط. فاللي بره زي اللي جوه، ده لعب ده ما لعبش ما كانش بتفرق معانا. كلمني عن الاجنحه شويه عشان انا عتابي لما يجي بس الكابتن وائل عبد العاطي. الاجنحه الحقيقه عندنا مميزه، يعني انت مميز جدا. كان عندنا الجناح اليمين اسمه ايه؟ ياسين وأوكا. وعمر، وعمر كان معانا. مظبوط. فاحنا الاجنحه عندنا الحقيقه لما كانت بتشتغل كانت بتبقى افكتيف او مؤثره جدا جدا، بس الحقيقه ما كناش بنعتمد عليها كتير، مش عارف ليه. هي الفكره ممكن تكون يعني ما حد يعني ما حدش اخد باله، بس هم بيبقوا قافلين علينا، فالطريقه مثلا ان مثلا زياد يعدي مثلا واحد واثنين او يعدي من حته اللي هو جنبي المدافع مش بيضم. آه. هو مش هيسيبها. اه مفهوم. فهو خلاص يعني هي مش فارقه مين اللي يروح يجيب الجون، لا هو مش فارقه، بس انا قصدي انه من اكتر الـ 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 الوسائل اللي كانت فعاله قوي لما كانت بتوصل عندنا الاجنحه كانت دايما غالبا بتبقى نهايتها تسجيل. الحمد لله طبعا. الحمد لله. الحمد لله. بس فدي مهارات منكم في الفينش، دي حاجه حلوه جدا. أيوة. فمعنى كده ان انا كان لازم ادوس عليها او ابني التكتيك بتاعي ان انا افضي لك مساحه. ما هو بالظبط. حلوه افضي لك مساحه. لا لا الفرقه اللي احنا بنلعبها بتبقى عارفه مثلا اللعيب ده كويس اللعيب ده وحش، فهو بيبقى قافلين ايه. ما هو لو زياد اخترق هيضطر يضم عليه، هيسيب لك ربع متر. هم عاملين سكاوتنج علينا، هو كل فرقه بتنزل عامله سكاوتنج. صح. احنا مثلا بلال اشتغل الماتش اللي قبليه فبينزلوا قافلين على بلال. تمام. فانا لما بعدي ما بيضمش فبضطر اروح، الكره اللي بعديها يضم هيسيبها. يضم هيسيبها كده. اه فانت بتشتغل على حسب رياكشن هو. بالظبط. صح؟ ايوه. طيب تعال نروح بقى لحراسه المرمى. فكره التقسيمه دي جت ازاي؟ يعني جت بناء على ان انتوا الاثنين حسستوا الاداره الفنيه ان انتوا بنفس المستوى، فقال لك نقسم القصه ان حد ياخد الشوط وحد ياخد شوط، ولا انتوا اللي قلتوا نمشيها كده وكده عشان انا اقعد اتفرج مثلا وابقى اشوف التكتيكات؟ يعني في ناس بتعمل السياسه دي، في ناس تقول لك لا انا عندي واحد ولما احس ان هو مش مركز قوي بتاع ادعم بالتاني. لا هو يمكن انا ويوسف فريد يعني من بدايه الجيل واحنا دايما احنا الاثنين دايما كنا يعني يعتبر شاركنا في اكتر معظم البطولات، احنا كنا موجودين مع برده مع الجيل الاكبر. فهو فكره التقسيمه دي يعني احنا وهو مش ملناش اي دخل فيها، يعني حاجه من المدرب، احنا اصلا مش عارفين ايه الفكره. يعني هو ممكن كان يبقى ليه وجهه نظر معينه، انا مثلا ابتدي كل الماتشات او هو يكمل ورايا، بس احنا
يعني ان كان الناس بتشوف دايما احنا بنكمل بعض. اه يعني مش فرق, ما فيش فرق ما بيني وما بينه. لا يعني مش قصدي, انا فاهم طبعا انت بتتكلم ان انتوا الاثنين واحد واللي هينزل هيخدم وهيسد, بس في النهايه في برضه طريقه تدريبيه. ما هو افرض انت كنت تاخد الشوط الاول معظمه كله, افرض انت نزلت مش موفق, ما هو مش قرآن بعد 10 دقايق لازم اسحبك وانزل وليد عشان يشد. بس هي كانت متقسمه بسبوسه, انت تاخد النص ساعه الاولانيه واللي ياخد النص ساعه الثانيه. دي حقيقه فعلا. فهل ده ممكن, خد بالك برضه هم هو اقرب منكم وعارف شخصيتكم اكتر, ممكن ده يديك ثقه اكتر, انت عارف ان انت هتكمل وهتاخد وقتك, فبالتالي مديك ثقه بنفسك ومديك دعم من البنش بره. هو احنا الحقيقه يعني بجد ما مش عارفين كانت ايه وجهه النظر ورا ان الناس تتقسم كده. بس هي حسيتك بالامان. يمكن كانت ممكن مثلا تتغير كنمط, ممكن كان نمط الماتشات مثلا, في ماتشات يعني بحس ان كان احنا كجوان انا ستايلي مختلف عنه طبعا, فممكن يبقى نوعيه الشوت كانت في ماتشات تتطلب ان نوعيه الشوت اللي بتشوط عليا انا ممكن مثلا ما العب مثلا قدام فرقه زي الدنمارك مثلا, زي مثلا الماتشات السريعه يوسف يبتدي, فانا كانت ممكن تحتاج تتقسم كده. مظبوط. كان معاكم حارس الخطيب صح؟ الحارس الثالث اللي معاكم مظبوط, كان برده شعره مفلفل كده شويه, كان جميل برده. فهي قصه. قول لي حراسه المرمى دي بصراحه انا بشوفها دايما في كره اليد يعني ضرب من ضروب الجنان يعني. لا وعامه كل الناس, لا كل الناس بتقول ان الاجوان مجانين. ايوه طبعا والله حراسه اليد بالذات يعني كره القدم وبقيه الالعاب اللي فيها حراسه مرمى وبتاع ماشي, فيها خطوره وفيها تضحيه وفيها, بس كره اليد بالذات اللي هو واحد انا بقول لك تعالى حط وشك قدام كره ممكن تعميك يعني تجيب لك تربانه في المخ. بيتقال لي يعني انت الكره بتيجي في جسمك, انت بتتبسط ان الكره بتيجي فيك, او الكره تيجي في وشك انت بتتبسط. ايوه صحيح. ولا الكره تيجي في رجلك اللي هو عورني كمان. شوت فيك. صحيح. عشان كده بيقولوا عليها مجانين, بس مش مجانين. حارس مرمى اليد بالذات محتاج في رايي اهم صفه فيه انه لازم يبقى هادي قوي وعنده ثبات انفعالي, لانه غير كره القدم. كره القدم انا لو حارس مرمى بيخش فيها جون كله نص ساعه, لكن انت كل 3 ثواني بتتروق بس برباط يعني. فلو ما عندكش ثبات انفعالي خلاص الدنيا هتفك منك. بالظبط. فاحكي لي التدريب مش بس فني, ده لازم فني ونفسي كمان. حارس المرمى طبعا كنا بنتعامل, كان بيبقى في حاجات نفسيه بنتعامل معاها, بس احنا بقى ما كناش بنفهمها يعني, كانت بتتعمل المدربين هم اللي بيعملوها فينا. يعني والله مش عارف اشرحها, بس يعني كان بيتعامل فينا حاجات كده يعني مثلا يعني حاجات في التمارين مثلا يعني يزعق لك مثلا بطريقه لا يعني يهديك حاجات كده, بس انا يلعب على انفعالاتك يعني مثلا بيعمل لك حاجات نفسيه بس انا مش فاهم, بيعمل لك اختبارات لانفعالاتك عشان يشوف ثبات الانفعالي عندك يعني عامل ازاي حاجه زي كده. وانت كنت بتعمل ايه؟ خلاص بلاش والله. طيب قولوا لي دور المجموعات كان لطيف بتهيألي, ما كانش فيه مشكله قوي, كان فيه ماتش ايسلندا. ايسلندا بمدرسه الكره الثقيله برضه صح. اليابان كان تمام, وكان مين معانا تاني؟ تشيك برضه المفروض فرقه كويسه. فرقه ايسلندا اساسا هو يعتبر مجموعتنا كانت اصعب مجموعه في المجاميع كلها فعلا, طريقنا كله كمان هي اصعب مجموعه. هو كان في تدريب كويس قوي كماتشات كمستوى هو المجموعه كانت 4 فرق صح؟ احنا 3 ماتشات يعني. انت ادبي صح؟ لا علمي والله. كمان علمي يا نهار اسود. جامعه دلوقتي يعني. المجموعه 4 فرق احنا و3 صح؟ سهله. انت علم رياضه ولا علم علوم؟ علم رياضه. طب انا ان انت تستاذن اطلع هنا انت الادب باحترام كده مجموعه بالظبط معاك 3-1. لا خلاص ده كان من سنتين دلوقتي. طيب خلاص على بركه الله ماشي. فالمجموعه بتاعتنا بتهيألي الدنيا كانت ظابطه فيها وخدنا تدرج وخدنا سخونه حميه الماتشات. اول ماتش بعديها كان البرازيل. البرازيل صح. انا فرقت ماتش البرازيل ده كان اسهل مما كنت انا متوقع صح؟ هو ما كانش اسهل. معلش اتفضل. طبعا ما كانش اسهل, بس احنا كنا نازلين مركزين قوي ان ده اللي هيودينا دور الثمانيه, ده اللي هيكبر فرصتنا في ان احنا نخش لما ناخد النقط بتاع الماتش ده بالظبط. ان احنا كنا طالعين بنقطتين من دور المجموعات تمام,
بنقطتين، وكان الماتش ده يبقى 4 نقط، وكان الماتش الاسبانيا تحديد اول وتاني من المين راوند، وماتش اسبانيا مش مضمون. فبالتالي هما دول النقطتين اللي هتطلعوا نضمن الصعود، يعني نضمن الصعود في ماتش البرازيل. كنتوا لازم مركزين قوي. فعشان كده كان الموضوع سهل بالنسبه لهم. هما كمان تقريبا كانوا يعني كان شكلهم خايفين تقريبا. هما رموا فوطه لما فرقه بدري اول 10 دقايق. لا انا بقول لك انا حتى فقدت الاستمتاع في الماتش، حسيت انه خلاص وانس جيم. ماتش البرازيل واسبانيا كان مأزم لغايه الاخر فعلا. احنا كسبنا سكور كبير ان هي ضعيفه، لا واحنا عشان احنا فردنا علينا شخصيتنا. لا هو انتوا زي ما قلتوا انتوا سهلتوا على نفسكم. أيوة أيوة بس دوسنا عليها. ليه بقى اسبانيا روقتنا كده؟ ايه؟ ما سمعتش. صح؟ ليه اسبانيا روقتنا سهلة؟ اسبانيا احسن فرقه في الجيل يعني بجد. يعني هي بادئه من بدري، يعني احنا بقى لنا سنه ونص او داخلين في سنتين. اسبانيا بتهيألي اللي كسبت البطوله هي بطله العالم. احنا بادئين كسبت مصر مش في الادوار النهائيه، في الدور الرئيسي اللي هو كان مؤهل لدور الثمانية، هي اللي خدت المركز الاول. احنا تحصيل حاصل يعني مش ايه ماتش تحصيل حاصل. كنا قاصدين عشان نلعب فرايل ناخد فرايل. لا وانتوا فرايل انا هجيلكوا ده على فرايل ده هوريكم على اللي انتوا عملتوه فينا. لا بجد كنتوا قاصدين تريحوا. لا 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 هي جت كده، هي جت كده هم جامدين ربنا. اسبانيا يعني الخساره دي خساره مستحقه، فرق مستوى صح. هم يستاهلوا بس يكسر. مش ما كان احنا ما نستحقش نخسر كده يعني. قصدك بالفرق ده؟ احنا كنا في اوحش حالاتنا. اوحش حالاتنا. حضرتك شفت الماتش ايه؟ كان في حد قايم حتى يعني. ايوه صح. كل مطفي في الماتش ده. الكره كانت بتقع مننا والبساط غلط مظبوط. طب ده كان بيبقى ايه؟ هو في ماتش لازم يقع فيه، بس الحمد لله انها جت في ماتش. هو ان انتوا مثلا لما كسبتوا البرازيل وبفرق وضمنتوا بنسبه كبيره التاهل بالظبط، ده بيهدي المعنويات شويه الدوافع. ما كانش فيه دافع قوي من الماتش ده، يعني كان الماتش ده بس كان حفاظ على ان احنا نفضل كسبانين طول البطوله، ما يبقاش فيه ماتش خساره. لكن طالما الدوافع مش موجوده فالاداء بيقل. لا مش كده يعني، بس لا هو ايه مش كده، ده اللي احنا شفناه. وعامه دي حاجه غلط. انتوا كنتوش في الماتش ده كنتوش افضل حالات. ايوه ما كنتوش مركزين، مش مدين له اللي هو تركيز بس. ما هو عشان كده ما هو بقول لك الدوافع هي اللي بتخلي الواحد في افضل حالات تركيزه فبيطلع افضل اداء صح. هي نتيجه منطقيه. نخش بقى على الفار. لا استنى بس عشان اللي عملوه فينا في الفار دول محتاجين ان هم يتذنبوا هنا، يقفوا يرفعوا ايديهم. ايه بقى ليه؟ اوفر الحمد لله كسبنا. يعني مالكش غير ان انت تقعد تصلي وتشكر ربنا. ربنا بس الحمد لله. فرحه صعبه حلوه. مالكش غير ان انت تقعد تشكر ربنا. بكش مش عايز، لان انت بصراحه كنت هتفوروا الليله الحمد لله. فاروا وفي ثاني يعني لولا كتر خيره. ده عارف في الاهلي كده ما قال لك اطهر الطهر اللي ضيع ضربه الجزاء ده لازم تعمله تمثال، او الشاب اللي عمل باصه غلط مين اللي خطاها؟ انت وائل قطع الباصه وعمل لولا الراجل ده اتعمى في نظره وانتهى له كان زماننا دلوقتي انتوا قاعدين معايا هنا، بس كنتوا بتسمعوا بقى طالعين سابع وتاسع وعاشر هنا خلاص. فليه جزر الفرو تعبوكوا قوي كده وكانوا ليدنج وكنا طول الوقت حلمنا ان احنا بس نجيبهم؟ يا جزر الفرو مش فرقه ضعيفه، هي فرقه كسبت المانيا كسبت المانيا وايران، وايران كسبت اربعه صعد اول مجموعتها من الكلام ده ما بياكلش معايا. واسان فارو عايز كمان والله بتاع البطوله هصلص وبتاع البطوله على عيني وراسي. هم اساسا فرقه دنماركيه يعني، هم تبع الدنمارك يعني، في ناس يعني هم كلهم بيعرفوا الدنمارك. ماشي. يعني هو عامه احنا سوينا الماتش يعني مش من الاول جاي. لا مش لا لا خالص لا خالص بجد. بصوا اللي انتوا بتقولوه ده حصان اسود، وان هم كسبوا ايران وكسبوا مدغشقر وبتاع كل الكلام ده على عيني وراسي، بس الكلام ده ما ياكلش مع الفرق الكبيره. الفرق الكبيره اللي بتتكلم على داخله وهدف كاس العالم، اللي حصان اسود وبتاع ده يجي يتفرم تحتيه، يجي يتفرم من اول 10 دقائق اوري له حجمه مع كامل الاحترام لكل الدول طبعا. لكن ما ينفعش انا ابقى فرقه كبيره وببص على كاس العالم وجزء الفرقه تعمل فيها كده. وانتوا بقول لكم انتوا على يعني بقول لك بس تروحوا تعملوا عمره وتروحوا الكنيسه يعني كلكم بس كده عشان الراجل اللي اتعمش في نظره ده واداكم الكوره، والا كنتوا خرجتوا من دور الثمانيه وكان هيبقى منظرنا وحش قوي قوي يعني. فانا عايز سبب مقنع. سيبك بقى من ان هم كسبوا ايران وكسبوا كذا، احنا دخلناهم معانا في الجيم الاول 10 دقائق جدا جدا، دي كانت غلطه. بس هي فرقه حلوه والله يعني، وفيها هداف البطوله. هداف البطوله احسن هاف هو. لا 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 بص الكره غلط، ده احسن هابط. لا يا راجل تسلم ايديه ورجليه. 78 جول وضيع كم كوره دي. سبحان الله سبحان الله. هي ربنا خلينا بس ان احنا ما نزعلش الماتش ده. وبرده التصدي الحلو اللي انت عملته اللي هو كان فرق جولين
صديت الكوره ردينا جبنا بينالتي باين وبعدين هو بقى اتعمى وبصهرنا الفاست بريك الاخراني ده. بس لا بس ده درس كبير، درس كبير جزء الفارو ده انه لا نستهوى، لان خد بالك الردود الافعال هنا في مصر والسوشيال ميديا وبتاع، اول ما عرفوا ان احنا نقابل جزء الفارو يقول لك مبروك يا عم احنا صعدنا. فممكن يكون ده اتنقل لكم بشكل ما. لا ما عندناش موبايلات خالص، ما كناش نعرف حاجه بره ولا جوه ولا اي حاجه. انتوا كنتوا بتصحوا بكم موبايلات؟ احنا سلمنا التليفون اول لما وصلنا السويد، اخذناه اول لما خلصنا البطوله في السويد. في السويد اللي هو قبل ما كاس العالم كرواتيا اساسا، ما تعرفش الشبكه في كرواتيا نوعها ايه. يا خبر ابيض، مشكله. بس عاد بس دي حاجه كانت، دي حاجه كويسه مهمه طبعا، انا شايف انها حاجه كويسه عشان التركيز. طب ربنا رزق في الايه، في جزء الفار. انت عايز فاصل يا انس؟ طب نطلع فاصل بقى عشان نرجع على حلم الميداليه اللي راح في ثواني. بعد الفاصل ونكمل الحكايه ونكمل الانجاز. عدينا الفارو ببركه دعاك يما. بس حد عنده اعتراض؟ ببركة دعاك يما. ده انت بتقاوحش، بتقاوحش لما يبقى عندنا بس مشكله. بس بس والله يعني احنا الروح كلنا كويسه، وان الجرينتا فاضله موجوده لاخر ثانيه. أيه بالظبط، حاجه حلوه. كلنا كنا 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 عارفين يعني الماتش صعب قوي وخلاص، احنا يعتبر خسرانين وبنخسر خلاص، بس احنا عارفين ان احنا هنرجع. ما نعرفش ازاي، بس كله كان حاسس ان احنا هنرجع. وتعادل وعدلت السماء هبطت السماء بالمو بتاع الكلام ده يعني الحمد لله. بس انا عارف انه بركه دعاك يما وكرم ربنا بس هو اللي عدانا من ماتش الفارو ده. ايه اللي حصل بقى في المربع الذهبي؟ احكوا احكوا، ما تكسبوش. ممكن حته برضو يعني اثرت فيه، كان الناس اطمئنت يعني ارتاحت بعد ماتش فارو خلاص، انت صعدت مربع، في ممكن حد اكتفى، ممكن بيكون دخلت نفسيات الناس ان الناس اكتفت اللي هو انا وصلت مربع. بس يعني بس ده دوركم يعني، حتى ما اعتقدش طبعا الجهاز الفني هيكون اكتفى واكيد مش شحنكم، بس انتوا دوركم ان انتوا تشحنوا بعض وتشدوا بعض وتقفوا في ضهر بعض، انه يا جماعه دي قربت قوي، دي هانت قوي. الموضوع ده حصل بس في حاجه بتبقى جوه بقى ما بتعرفش توصل لها. احنا كده ميزتنا كمنتخب عامه ان احنا كلنا مع بعض يعني كتله بجد، يعني مش كلام قدام احنا فعلا كتله يعني دايما مع بعض، فاحنا كلامنا دايما مع بعض تشجيع. قبل الماتشات بنقعد اجتماعات لوحدنا من غير الكباتن، لازم بنتكلم مع بعض. بس الفكره ممكن هي داخليا. طب ايه اللي اختلف ماتش الدنمارك الود اللي انتوا كسبتوه في السويد عن اللي خسرتوه في البطوله؟ هو خسرنا في السويد بس خسرنا في مصر، كانت قبل السويد. في مصر انا اسف، صح، كسبنا في مصر وتعادلنا واحد، يعني ما كان اثنين في مصر، واحد وتعادلنا واحد كسبنا. كويس. أيوة فكسبنا في مصر هنا الدنمارك، فالمفروض ده يطمننا ان فرقه احنا دوسنا عليها. بس هو احنا ما كسبناش سكور دنمارك، احنا كسبنا فرق جون. مش مهم، مش مهم. فالماتش كان في الملعب لغايه الاخر. بس فاللي هو حتى في السويد الماتش خلص فرق اثنين، فبرضه كان في الملعب. والرسمي؟ الرسمي كان في الملعب برضه. بس هو حصل لك هو كسبنا اربعه، احنا خسرنا اربعه. هو في اخر في الافاق اظن، هو كانوا عشان هو احنا في الاول اديناهم فرصه ان هم يفرقوا في اول الماتش، فاحنا جرينا ورا ماتش كتير. البدايه كانت وحشه. ايوه البدايه كانت هي اللي هبطتنا شويه يعني. انا عايز ارجع لكم في فكره البدايات والنهايات دي، علشان دي الحقيقه دي مش مشكلتكم انتوا بس، دي مشكله كره اليد على مود كل اجيالها. كل اجيالها. انا مسكت مره يحيى الدرع قعدت ارجه كده اقول لكم في ايه بيحصل لكم، يعني انتوا كامكانيات في رايي بسم الله ما شاء الله معديين فرق كتير والماتشات كتير، مش عايز اقول كل برضه عشان التعميم غلط، بس 90% من الماتشات اللي بنخسرها حتى على مستوى الفريق الاول بنخسرها بايدينا، بايدينا احنا اللي بنهدي. يعني ماتش الاولمبيكس، الاولمبياد بتاع فاينل اسبانيا، فاكرينه؟ كبار اولمبياد ثلاثة ورابع اولمبياد، لا لا ثلاثة ورابع ايه؟ ايوه اولمبياد طوكيو صح؟ مش فاكر طوكيو ولا فين؟ طوكيو. ايوه لعبنا اسبانيا في الثالث والرابع. على الثالث والرابع ما خدناش ميداليه عشان احنا ما حبيناش البرونزيه، الماتش ده ما حبيناش البرونزيه، قلنا اسبانيا لا خد انت البرونزيه احنا نكتفي بالرابع. ليدنج طول الماتش وفرق مش عارف ايه، ومره واحده تحسوا لا ما لناش مزاج نكسب. مبروك عليك يا اسبانيا. شوف القصه دي بعدين. كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخبنا للناشئين صاحب انجاز المركز الرابع، مساء الورد يا ابو الكباتن. مساء الخير يا كابتن تامر، اخبار حضرتك ايه؟ ازاي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير.
الحمد لله في نعمة من ربنا. الحمد لله. الحمد لله على السلامة ومليون مبروك وإنجاز هايل. وأنا عارف إن أنت والجهاز الفني كان نفسكوا في أكتر وكنتوا طمعين في أكتر وكنا نستحق أكتر، لكن قدر الله ما شاء فعل ورابع العالم دي إنجاز ما لا يستهان به. يعني الأول مبروك للولاد ومبروك على مجهودهم، ده مجهود سنتين اشتغل معهم جهاز فني سابق، وأنا كملت المسيرة تقريبا 3 أشهر في ظروف مش كويسة، لكن إرادة الولاد كانت كويسة وهم عايزين حقيقي. الحمد لله أنا شايف رابع مش وحش، لكن كنا طمعانين إن إحنا نرجع بالميدالية، وكان ده كلامنا مع الولاد إن إحنا كل ماتش بناخده صفحة صفحة. صح، كان كلامنا ده من مصر. إحنا كنا واعيين في أصعب مجموعتين على مستوى المجاميع كلها، مجموعتنا فيها فرقتين بيلعبوا، كل المجاميع التانية بيبقى فيه فرقة واحدة بتنافس التانية مين هياخد أول مين هياخد تاني. تمام. فكان معاك التشيك، فرقة لغوا جيل 2002 وبيعدوها ومخبينها، ولعبوا تصفيات أوروبا 2002 ولعبوا وطالعين من الملحق كويس بتاع 2004، فرقة قوية جدا. لكن سبحان الله الحمد لله، يعني إن إحنا ربنا قدرنا ومجهود الولاد إنهم يكسبوا ماتش تشيك. كسبنا اليابان. ماتش ايسلندا كان ماتش فيصلي بالنسبه لنا، كان الناس فاكره ان الماتش عايد تحصيل حاصل. طيب. نظام البطوله كان مختلف في السنه دي، او هو النظام الاصعب ان انت لازم تطلع الدور الثاني وانت محقق النقط على الفريق اللي صاعد معاك. الله يبارك في حضرتك. فاحنا كنا واقفين، انت كسبان ماتشين، ايسلندا كسبانه ماتش اللي هي اليابان وخسرانه من التشيك. مظبوط. فكان ما عندهمش حل اللي هم لازم يكسبوك عشان يطلعوا معاك، بس لو كسبوك هيطلعوا باتنين بونت وانت تطلع زيرو. صح. معنى كده ان انت لازم تكسب البرازيل وتكسب اسبانيا. مظبوط. فماتش ايسلندا كان هو الماتش المفتاح ان انت تطلع للادوار اللي بعد كده. عشان كده الولاد الحمد لله استقتلوا في الماتش، وهم كمان ايسلندا ما عندهمش اي حل تاني غير ان هم يكسبوا. صح. وفرقه محترمه. والماتش حقيقي كان حلو قوي الحقيقه، وكان سجال بيدنهم. صح. ركبوا علينا، جبنا الفرق كبير، ركبنا عليهم، جابوا الفرق، مشي الماتش كلوز لغايه نهايه المباراه لما اخترعنا 3 اهداف. مظبوط. ده اراده الولاد عايزين يكسبوا. صح. ماتش البرازيل هو ده الحمد لله اللي ريحك ودخلك دور الثمانية مستريح، لان انت طالع باتنين بونت. كسبت البرازيل بقى معاك 4، خسرت من اسبانيا، وكان ماتش اسبانيا ليه ظروف كبيرة. حضرتك انت تحرق في على الفاضي وانت خايف ممكن عندك لعيب يتصاب اي حاجة تحصل، بتلعب ماتش عادي. صح. كسبت مش هيضيف لك شيء. بس خسرت. الحقيقة كمان برضو احقاقا للحق، والشباب اللي معايا قالوا الكلام ده، لا اسبانيا تقيلة يعني في 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 سنة فرق مستوى. اقول حاجة صغيرة بعد اذن حضرتك. فضل. الفرقة دي بقالها 4 سنين متجمعة منتقى عن طريق خورخي اللي هو المدير الفني بتاع الفريق الاول. مظبوط. مغير عليهم 2 مدربين في خلال 4 سنين. الفرقة دي ما خسرتش ماتش لا ودي ولا رسمي في اي بطولة لعبوه من الاربع سنين. بسم الله ما شاء الله. مشروع بتاع اسبانيا. حلو. فالقصة كلها يعني ماتش الطبيعي تلعب ماتش عادي، لكن ما مش عايز انتش مموت نفسك يعني. الله يبارك فيك، لان الماتش مش هيضيف لك شيء. وبعدين الفرقتين اللي كانوا مفهوم قدامنا هناك ما بين المانيا وجزر الفارو، وانت فعلا انت فعلا كنت طمعان في جزر الفارو. حقيقي اسهل بالنسبه لي لما اجي العب عندهم لعيب واحد هو هداف البطوله جايب 87 جون. الفرقه دي طالعه اول مجموعتها كسبانه المانيا، كسبانه ايران، خسرانه من ايران، كسبانه السعوديه، كسبانه فرقه تقيله، وطلع حسام الاسود بتاع البطوله. تمام. الولد واحنا ماسكين ومان تو مان بيلعبوا علينا لعيب زياده بيخرجوا حارس المرمى. وانا قايل للولاد هو ده اللي هيحصل، لان انا لو وقفت له تحت الولد ما شاء الله. والولاد عندك يقولوا لك الولد عامل ازاي. يعني مش عارف، انا ما خدتش بالي قوي، انتوا بتتكلموا عنه زي ما يكون ميسي يا اخويا. لا حقيقي حاجه صعبه قوي كده. حاجه صعبه جدا. انا مدرب وبقول لك انت بتقعد تحلله عشان تجهز للمباراه. صعب ان انت تجهز للمباراه. المانيا جاي في مباراه المانيا 13 جون، عامل 11 اسيست، يعني 14 جون يعتبر جيبهم من 29 جون. 24 جون من 29 جون. طب انت حضرتك متخيل وانت ماسكه مان تو مان هو جايب 10 تجوان او 11 جون؟ ما شاء الله. طب ده كان دواء ايه؟ ده غز ولا ايه يعني؟ مش دواء. لا خالص لا خالص. مستوى يعني كان الحل ان انت هتعمل ريسك. الريسك ده اللي هو ايه؟ طول ما انت مخليه في الجيم وبيلعب براحته، هو بيدخل وينجات والفراوده وهو بيشوط. طيب انت لما تحيده هو هتمنع نسبه 50% من الكلام دوت، امداد الونجات وامداد الفراوده. بس ساعتها انت كده هتلعب ناقص.
اوكي ما عنديش مشكله، ما هو كده كده بيجيب اجوان وبيساعد زمايله ان هم يجيبوا اجوان. فالريسك ان انت بس تفضل ثابت على الريسك اللي انت يعني ماشي عليه. ممكن الشوط الاول ما كانش الكلام ماشي مظبوط، الشوط الثاني الولاد ظبطوا وابتدت كور كتيره تقع منهم، ده اللي خلاك موجود في الجيم. مفهوم مفهوم. فهي القصه يعني مع احترامي طبعا لكل الخبراء ما شاء الله كل واحد بيقول رايه، لكن احنا اللي قاعدين في المطبخ واحنا اللي ايدينا في النار، اللعيبه دي اللي في الملعب وشايفه بعينيها. مفهوم. انت اللي بتقطع الماتشات قبليها وبتحلل الماتش واثنين وثلاثه وتقعد توري الولاد التقطيع. بس بصراحه ما اكذبش عليك كابتن وائل، احنا كلنا اتحرق اعصابنا احنا بنتفرج على ماتش جزر الفارو ده، وبركه دعاء الوالدين فقط هو اللي ربنا ما رضيش بس يزعل. لا هو مش فقط، عشان اكون امين مع حضرتك، مش فقط اللي قاعدين قدامك دول وزمايلهم، هم اللي كان عندهم الطموح ان هم الاخر ثانيه، عندهم يقين بالله وواثقين في نفسهم طبعا. بس لولا ان ربنا خد بالك، ممكن يبقى جوايا الطموح يا كابتن وائل وربنا ما يريدش الكره دي، ما الولد اللي يبصيها صح وخلاص. ربنا بيديك على قد الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. النيات دي سليمه والناس دي بتجتهد سواء جهاز سواء لعيبه، ربنا بيديك على قد اجتهادك. ما انت صحيح. ممكن تجتهد بس نيتك مش كويسه. قول لي بقى كابتن وائل، انا سؤالي اللي كنت بساله للشباب قبل الفاصل، والحقيقه انا عارف ان هم مش هيعرفوا يجاوبوا عليه. في عندنا حاجه في كره اليد المصريه على مستوى كل الاجيال، حتى في الجيل اللي حضرتك كنت بتلعب بيه والجيل اللي موجود دلوقتي في الفريق الاول والشباب والناشئين، احنا اللي بنضيع ماتشات بايدينا، احنا اللي بنهدي الفرق الثانيه. مش طبعا مش كل الماتشات، في فرق ماتشات ثانيه الفرق الثانيه تستحق، لكن احنا عندنا مشكله في الثبات الانفعالي، في الثقه النفسيه، في حاجه ممكن. انا مش عارفها. لا ممكن احللها لحضرتك على شقين. اتفضل. الشق الاولاني شق خبرات. خبرات ان انت حضرتك مثلا عندك زي البطوله اللي احنا رحناها في السويد، في عندك النرويج وايسلندا والسويد، تمام، هم بيروحوا بالاتوبيسات، يعني تلاقي اتوبيس طالع من هنا بفرقه متجمعين بيلعبوا. المسافات عندهم بسيطه والدورات عندهم كتيره والاحتكاك كتير جدا. فحته الرهبه وحته الخلطات بتنتهي او بتقل عن طريق المشاركات المستمره. انت عارف حضرتك احنا عشان نروح دوره زي ديت تكلفه الفريق عشان يسافر دوره زي ديت قد ايه؟ متخيل في 2 مليون جنيه. متخيل صحيح. وطبعا يعني الامكانيات مش متوفره ان انا اعمل لهم دوره كل شهر. لا لا هقول الامكانيات متوفره. الاتحاد بيحاول بقدر الامكان، لدرجه ان هو عامل زي اتفاقيه ان حتى المستحقات الماليه للدول اللي احنا بنروح لها بتتسدد بالجنيه المصري مش بالدولار. طب هي عشان نقدر نشترك. مش هقول لك هي مفهوم ما عشان ابقى داخل بس في معمعه الكبار دي ومنافستها بالظبط. بياخدوه بالجنيه المصري. لك انت تتخيل الكلام دوت كل ده ليه؟ احنا لازم نحتك، لازم نشترك. انت بتلعب في السنه ما بين 10 و 12 ماتش دولي، هم بيعملوه في شهرين. فده الشق الاولاني، ده الشق الاولاني وصعوبته. وعلى الرغم من كده الاتحاد بيحاول يخلينا على طول في احتكاك، بدليل الحمد لله الحمد لله ان احنا الدوله الوحيده اللي من بره اوروبا اللي بتنافس وبتخش المربع. بالظبط يا فندم بالظبط. النقطه الثانيه، انت حضرتك ليه احنا بنغفل ان انت زي ما انت بتقعد وبتحلل وبتبص على اخطاء الفريق اللي قدامك ونقاط القوه والضعف، هم عندهم جهاز، يعني جهاز التحليل عندنا الكابتن حازم، تمام، هم عندهم سكاوتنج زينا بالظبط. بس لا هم بقى اكتر منا خبره، اكتر منا عدد في السكاوتنج. يعني مثلا هتلاقي واحد للحراس. لا بس بص يا كابتن وائل، لا انا طبعا انا متفق جدا 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 مع الشق الاول اللي انت قلته ان ده سبب رئيسي في الخبرات كثرة المنافسات والاحتكاكات، وان هما السويد والدنمارك وبتاع بينهم شارع، لو راحوا النهائي هيلعبوا ماتش ممكن عايزين ماتش ودي كل يوم. تمام. لكن في حته ليها علاقه شويه، معلش اسمح لي، بالبعد النفسي. اتفضل. في انه احنا حتى بقول لك على مستوى المنتخب الاول، مثلا ماتش اسبانيا ده لما كنا في ثالث ورابع الاولمبيات، احنا كنا ليدنج طول الماتش. لما بنوصل ان احنا نحس ان الماتش دانا لنا وفرق 4-5 لينا، هنا بنفقد السيطره، بنفقد ولا يبتدي يميل الاستعراض. لا مش فاهم. هناك بيشتغلوا مكن، يقول لك انا فارق 5-6 احافظ على الفرق وادوس. اقول لحضرتك ممكن انت عندك حق بنسبه كبيره في النقطه دي، لكن هي اللعيب العربي او اللعيب المصري بالاخص لما بطمن عايز اجيب بقى، يعني بستعجل ان انا اجيب، بس اجيب بقى بطريقه حلوه بشويه استعراض ابين ان انا جامد. لا لا انت عندك 6 لعيبه في الملعب، فلما النهارده 6 لعيبه 3 منهم يحاولوا
بدون الـ 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 الشغل الجماعي. ايوه. وكل واحد يخطا خطا، انت اخطات ثلاث اخطاء. صح. عقبال ما تيجي تصلح، ما انت الفرقه اللي قدامك خلاص كده عملت ريموت دوره رمضانيه، انت بتلعب كاس عالم على اعلى مستوى. صحيح. من التجهيز. صحيح. الكوره هي بتفرق في ماتش. طب انا هقول لحضرتك حاجه، ماتش كرواتيا بتاع الثالث والرابع والناس كلها شافت الكلام ده وكل الدنيا شافته. لا الماتش ده الحقيقه ما اقدرش الومكم فيه على حاجه. لا لا، ياسين دخل في كوره، القانون بيقول رسمي ان اي احتكاك من الوينج المدافع مع الوينج المهاجم كارت احمر وضربه جزاء. تمام. الولد داخل حاطط ركبته، ياسين الفيديو موجود معانا. ايوه فاكر فاكر. الحكم حسبها عكسي عليه. مظبوط يعني مظبوط. دي كرة، دي كرة كانت إن مفصلية في الماتش. لا انا بقول لك ماتش كرواتيا انتوا عملتوه حلو الحقيقة، وما اقدرش الومكم. وفي الاكسترا تايم مش كل ماتش. لا لا بص بص يا استاذ تامر، انا عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا موجودين والولاد دولت قاعدين على فكرة بيمتحنوا. اللي احنا بنقوله والله يا كابتن وائل ان احنا فرحانين بكم جدا، واي حتى اي حتى ملاحظة. انا عشان كده كان اصراري ان هم، وحضرتك طبعا كان نفسي تشرفنا لولا الظروف، كان معلش اصرارنا انه تيجوا من المطار على هنا، علشان انا حابب ان نقول لكم شكرا وتسلم ايديك ومبروك وفي ظهركم في اللي جاي كمان. لكن طبعا دورنا كمان ان احنا نقول لكم على بعض الملاحظات، ده مش انتقاص من ادائكم ابدا ابدا، بس احنا نفسنا في الكمال اللي يحصل ان شاء الله في البطولات اللي جايه، عشان كده كل واحد بيقول لكم ملاحظاته عشان تبقوا احسن. طب انا هقول نقطه ثانيه يا استاذ تامر، للاسف معظم الناس في لغط في النقطه ديت، وللاسف ظالمين الولاد عندي في الفرقه بالكلام دوت. خير. يعني كل الناس تتكلم تقول لك احنا حامل اللقب. احنا بطل يا جماعه، ده جيل. صح. جيل كان فيه ثلاث عناصر ما تواجدوش في العالم، ما تواجدوش في مصر قبل كده. صح. واحد زي حسن قداح هداف كاس العالم، ما عندكش النوعيه دي من اللعيبه في المنتخب عندي ولا المنتخبات اللي قبل ولا اللي بعد. نعم. جون زي حميد احسن حارس مرمى في العالم يفرق نص فرقه. دودو وما ادراك ما دودو، ما شاء الله. مظبوط. لعيب من تراث ثاني. بس والله بص بص يا كابتن وائل، طبعا مع احترامي للنماذج الثلاثه اللي انت قلتها، لكن هي مش ثلاثه، لانه انت عندك كوادر الحقيقه انا في رايي ما يخلوش، مش لازم هي طول قداح. ما انت عندك اكمل. طب النقطه عشان بس خد بالك، بس عشان الشباب دول لا يقلوا عن الجيل اللي فات خالص. لا انت بس هي كل بطوله ليها ظروفها وكل منافسات ليها ظروفها. بص يا استاذ تامر، انا عايز بس اوضح النقطه، انا ما بقللش من لعيبتي، انا بقول ان دي طفرات ما بتجيش على مستوى تاريخ مصر كله. مفهوم. فبالتالي لما خدوا كاس عالم هم عنده ثلاث عناصر، زي بلال كده خد مثلا احسن وينج ليفت. لا ده خد هداف كاس عالم حسن. دودو احسن لعيب في العالم. حميد خد احسن جون في العالم. يعني في ثلاث عناصر وعند كل الفرقه طبعا القدرات بتاعت الفرديه طبعا بتضيف وبتفرق. طيب انا عندي دي الفرقه دي، ما عنديش الكلام ده، انا عندي الفرقه دي كلهم نجوم جماعيين. صحيح. بدليل ان انت لما جيت السكاوتنج الاخير الاحصاء بعد ما خلص كاس العالم، انت الفرقه الوحيده اللي مسجله بمعدل ثابت لكل مراكز الملعب. مفهوم. كل مراكز الملعب، ده يقول لك ايه؟ ان الفرقه دي جماعيه. صحيح. مش فرقه النجم واحد، مش فرقه النجم واحد. بالظبط بالظبط. حراس المرمى نفسهم مسجلين اهداف. فانت النهارده ما عنديش نجم، لكن كل الفرقه مع بعض نجوم. صح. ده كلام. فالناس ظلمه الولاد دولت ان هم يقول لك انت حامل لقب وانت لا ما يتظلموش طبعا، هم محققين انجاز ورابع العالم، او ان انت دخلت في السيمي فاينل الاربعه الكبار، ده ما فيش فرقه من بره اوروبا تحلم تقرب منه، فانجاز كبير. اسالهم يا استاذ سامر كده، فرقه المانيا اللي بتلعب على خامس وسادس لما كسبوا خامس عملوا فرح قد ايه؟ وانت لعبت خسرانين وبيعيطوا وبتشيلهم من الارض عشان واخدين رابع، والناس بتلوم عليهم ان هم. بس انا عجبني المشهد ده، لان ده معناه ان البطوله الجايه او اي استحقاق جاي مش هيلعبوا غير على ميداليه ان شاء الله. هو ده روح الولاد دولت، روحهم كده كان اتفاقهم ان هم يرجعوا بميداليه لبلدهم وليهم. صحيح. انا بحييك يا كابتن وائل. انا بحييهم. انا اللي بحييك وبشكرك انت وجهازك الفني والطبي والاداري وكل الناس اللي ساهمت فيه ان الشباب دول اللي يوصلوا الرابع العالم، وان شاء الله اللي خير ربنا يشيلهن في اللي جاي ان شاء شكراً الله. شكرا يا كابتن وائل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. ايه في بكره مالي بجد ولا ضرب؟ اه في بكره ان شاء الله، بعد بكره يوم الخميس. لا لا بس الدكتور محمد الامين حبيبي، وانا متاكد انه هيظبطكم، مش بس بكره مالي، واكيد في جوائز رابع العالم برضه حاجه حلوه وفي قرشين حلوين ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نختم. اللي جاي ايه؟ في حاجه جايه عندكم بقى تصعدوا في بطوله جايه ولا هتتسرحوا ولا انتوا ايه دوركم؟ انا من دلوقتي احنا باصين لكاس العالم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله فعلا باذن الله.
ان شاء الله المره الجايه ميداليه ان شاء الله بجد ان شاء الله. ده امتى وفين؟ هي 2025 سلوفينيا تقريبا. سلوفينيا هي برضو لمواليد 2004. لا بس هتبقى شباب بقى مش ناشئين، هبقى اسمكم ساعتها شباب. أيوة. اللي احنا خدنا فيها المره فاتت برونزيه. ايوه ايوه صح كده صح تمام. فعندكم ليفل هو ما ينفعش ننزل عنه بالظبط ولا ايه برضه؟ لا لا ان شاء الله مش عنه عمتك. باذن الله يعني احنا لسه في نفس انت بتقوح يا ابني لسه في نفس الكاتيجوري يعني. ماشي وريد الجايزه. الجايزه خدناش ميداليه ناخد جايزه صح لحد ما تيجي الميداليه ان شاء الله المره الجايه. ثبتها عشان انس بس يظبطها. ايوه دي واحده كات عليها حلوه جميله. دي جايزه افضل جناح شمال في بطولة العالم في كرواتيا ان شاء الله. بدل الميداليه بدل الجايزه دي ان شاء الله تبقى ان شاء الله في كاس العالم للشباب. لسه مش عارفينها فين، ما اختاروش صح؟ سلوفينيا. سلوفينيا سلوفينيا. طيب دي بصه خير ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يحييني وابقى معاكم في البطوله ان شاء الله. والله اشجعكم وننقل ونعمل بس وشغل عالي، بس انتوا برضو تبقوا قد الايه ان شاء الله. شرفت ونورتوا يا رجاله. شكرا شكرا. ومليون مبروك. وما تزعموش في اي حد يقول كلمه تضايق، خدوها دفعه لقدام عشان في سلوفينيا تحطوا صباعكم الاثنين في ايه ان شاء الله. يعني ايه عيب صح على كاس عيب. شرفت يا رجاله، مليون مبروك. شكرا. تصبحوا على خير، بكره حلقه جديده من اخر النهار.